السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين، نتمنى يكون كل شيء بخير. دونك نحاولوا نكملوا لا لي زيكزيرسيس ديالنا الشابيتر الاولاني كونترول دو جاستيون. دونك ديجا كنا نوقع حنا في ليكزيرسيس 6. اليوم غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس عند مدام الزعيم في كسب، وديك الساعه موراها تشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 7. صافي. اذا بالنسبه لهذا ليكزيرسيس هذا انا نزلتكم في جروب واتساب، اذا نحاولوا نقراو ليكزيرسيس. Donc, la SEBM est une petite entreprise industrielle qui fabrique des modules d'échafaudage, assemblage provisoire, fait de tubes métalliques et de planches utilisées par les ouvriers pour travailler sur un bâtiment, vendu à une clientèle régionale d'entreprises du bâtiment. Les différents modèles prévus pour l'exercice N plus 1 sont donnés en annexe 1. Donc déjà tu as avec l'annexe, annexe numéro 1. Donc travail à faire premièrement, calculer les coefficients saisonniers à appliquer à chaque trimestre en complétant l'annexe 2. Et dans l'exercice, ça déjà un peu de l'ouest, tu vois, mais on a voir ça une fois. Là, tu vois, tu vois, la méthode de l'obsèque est un. Donc, هنا كيقول لك السؤال الاولاني ان يعني نعمرو لانكس ديالنا نيميرو 2. صافي، مزيان. اذا لانكس نيميرو 2 كيما كتشوفوا عندكم تما، عندكم تما الكوفيسيون سيزونيي د العام ان موانز 1 و د العام ان. صافي. اذا لانكس ديالك كانت عندك فيها كوفيسيون سيزونيي د ان موانز 1 و د ان، هادو هاد لي دو ليني هادو. صافي، مزيان. شنو كطلب منك هي؟ كطلب منك باش تجبر تما الموين اريتميتيك دي كوفيسيون سيزوني. طبعا الموين اريتميتيك ديالهم كيش غادي نحسبوه؟ غادي تجمع هذا زائد هذا، وديك الساعة تقسمو على العدد ديالهم، تقسم على جوج. صافي، راه ديجا عملت لكم هنا لا فورمي. اذا كوفيسيون سيزوني اللي عندك ان موان زا بلوس كوفيسيون سيزوني ان طبعا، وغادي نقسمهم على جوج، غادي يعطيني الموين اريتميتيك ديالهم. اذا 0,7074 divisé par 0,6860 divisé par 2 كتعطيك هنايا 0,6967. عاود 1,4140 plus 1,3720 divisé par 2 est égal 1,393. صافي، عاود هادي زائد هادي تقسيم جوج كتعطيك هادي، هادي زائد هادي تقسيم جوج كتعطيك هادي. سهلة الصراحة، ما فيهاش شي حاجة صعيبة. هنا عندك عاود واحد ليني اخرى موين اروندي ا ان ابري لا فيرغول. صافي، موين اروندي ان شيف ان شيفر ابري لا فيرغول. اذا هنايا سهله، غتشبر ديك لا موين اللي خرجت لك وغديري واحد الرقم مورا فاصله بلاروندسمون، يعني 0.6 وغتزيد لها واحد، يعني 0.7. هنا 1.393 يعني 1.4، هنا 1.194 يعني 1.2، هنا 0.6995 يعني 0.7. صافي، اذا هنا كنكونوا جاوبنا على لا بروميير كيسيون اللي عندنا طرافاي افير ديالنا. مزيان، ندوزو لا دوزيام كيسيون. دونك لا دوزيام كيسيون كيقول لك، كيقول لك ديتيرميني لو مونطون دي فونت تريمستريال. صافي، معلم ان تما ما خصش يكون مونطون دي فونت، شنو خصو يكون؟ خصو يكون تما لو فوليوم دي فونت. صح هو خايل. صافي، اذا هذاك السؤال الثاني ديتيرميني لو فوليوم دي فونت تريمستريال سولون لي ديفيرون مودول. صافي، اون فونكسيون دي ريزولتا، اون فونكسيون دي ريزولتا تروفي بريسيدمون. يعني حنايا غادي نستعنوا بهاد لي ريزولتا اللي جبرناهم من قبل، يعني هادو هما اللي عندنا في لا بروميير كيسيون. صافي، باش نقدروا نحددوا لو فوليوم دي فونت. فوليوم يعني كونتيتي، يعني غنعملوا البريفيزيون ديال كونتيتي فوندو. واضح، بريفيزيون ديال كونتيتي فوندو. مزيان، اذا هو اذا جيتي تشوف، اذا مشيتي معايا لانكس رقم واحد، راه ديجا تما تعطاو لك لي بريفيزيون، راه لي بريفيزيون واجدين. واضح، كما كتشوفوا عندنا تما الموديل دي شافوداج كلاسيك، ياك. دونك عطاك الفونت اون فوليوم في ان بلس ان، شحال غادي يكونوا الفونت انويل يعني في ان بلس ان كامله مع بعض هذاك العام كامل؟ ديك الموديل كلاسيك غنبيعو منو 32000 حبه. مزيان، ودا جينا نقسمو على لي تريمستر نقسمو على 4، عطينا 8000 كل تريمستر. واضح، ولكن حنا البريفيزيون ديالنا ما نخليهمش هايدا. علاش؟ حيت غنكونو كنستعنو بدي كوفيسيون سيزوني، فاش قلنا حنايا كوفيسيون سيزوني كل تريمستر ولا كل سيزون كنعطيها واحد البوا ديالها،
واضح. كتجبر مثلا واحد التريميست كيكون عنده البوا ديالو عالي على اخر، يعني اكون كنبيع فيه بزايد صافي. اذا عندك شي حنايا راه ديجا عندنا لي بريفيزيون في لانكس رقم واحد، عندك بلي انت هذاك الموديل دي شافوداج كلاسيك غتبيع منه في العام ان بلس 1 32000، يعني في كل تريمست غنكون كتبيع منه 8000، ولكن البريفيزيون ديالنا ما يبقاوش كيما هما. علاش؟ حيت ما ننساش اننا حنا عندنا لي بريفيزيون باردون، عندنا لي كوفيسيون سيزوني. اذا شنو غادي نعمل هنا؟ انا جيت ونزلت الطابلو، انت خصك تعرف تنزل هذا الطابلو هذا. سهل، لي تريمستر عندي هنايا ها هما، وهنايا غادي يكونوا عندي ديك لي موديل ديالي صافي، ثلاثة لي موديل كاينين ها هما. مزيان، طبعا هنا موديل كلاسيك شنو عملت؟ عملت هنايا الكالكول وهنايا الريزولتا. دونك انا عارف قلنا باللي حنا راه فلانكس رقم واحد، عطاك تما البريفيزيون باللي هاد الموديل هذا كلاسيك غنكون كنبيع منه 8000 كل تريمستر او لا. مزيان، ولكن قلنا البريفيزيون ديالنا ما غتبقاش هي هذاك، لان غنستعنوا بالكوفيسيون سيزوني. مزيان، اذا شحال كيصبح دابا البريفيزيون ديالنا في البرومي تريمستر في العام ان بلس 1 بالنسبه لهذا الموديل كلاسيك شنو غادي يكون؟ واش 8000 صافي؟ لا، 8000 وغنضربها في الكوفيسيون سيزوني. شنو كوفيسيون سيزوني غنضربها؟ طبعا هنايا انا في برومي تريمستر، اذا غنضربها في كوفيسيون سيزوني ديال برومي تريمستر صافي. كتشوفوها هذاك راه هو البرومي تريمستر ها هو صافي، كوفيسيون سيزوني ديالو هو 0.7. اذا كيصبح هنايا شحال غنكونو كنبيعو؟ غنكونو كنبيعو غير 5600، طبعا مورا ما خدينا بعين الاعتبار كوفيسيون سيزوني، لان هنا في هاد لو كا دا كتكون لاكتيفيتي دو لونتربريز يعني شونجابل، يعني من سيزون اخر راه كتكون مبدله صافي. مزيان، عاود دوزيام تريمستر غادي نشبر ديك 8000 اللي ديجا قلنا عطاها لنا في لانكس نيميرو 1. حنا عارفين ان في كل عام في كل تريمستر باردون غتكون البريفيزيون ديال الفونت اون فوليوم هي 8000 بالنسبه لهذا الموديل كلاسيك، ولكن مورا ما ناخذ بعين الاعتبار كوفيسيون سيزوني غتبدل. اذا هنايا 8000 في 1.4 لان هذاك الدوزيام تريمستر، ها غنضرب في كوفيسيون سيزوني ديال الدوزيام تريمستر، ها هي 8000 ملتيبلي باغ 1.4 ايت ايغال 11200 صافي. هنايا عاود ترويزيام تريمستر 8000 ملتيبلي باغ 1.2 غادي تعطيني هنا 9600، هنايا 8000 ديفيز باردون 8000 ملتيبلي باغ 0.7 ايت ايغال 5600. لاحظتوا باللي فلانكس نيميرو 1 اللي عطاك في ليكزارسيس كيقول لك باللي هادوك راه بريفيزيون عطاهم لك واجدين، كيقول لك باللي حنا كنتوقعوا اننا غنكونوا كنبيعوا في كل تريمستر 8000 حبه من الموديل كلاسيك، واضح. ولكن شنو كتلاحظوا انتم هنايا؟ مورا ما استعنا بكوفيسيون سيزوني لاحظنا ان راه داك الفوليوم ديال الفونت كيتبدل من سيزون اخر. 5600 هنايا، هنايا 11200، هنا 9600، هنايا 5600. سي نورمال، لان كل تريمستر عنده واحد البوا ديالو صافي. مزيان، اذا لو ميم كالكول طبعا بالنسبه لي زوتر موديل. هنايا عندك داك هذا ايشافوداج موبيل، عاود الكالكول او رجعتي نورمالمون لانكس نيميرو 1 اللي عندك في ليكزارسيس، غتجبر ان البريفيزيون ديال هذا الموديل هذا اللي هو موبيل هو 16000، يعني في العام كامل غنبيعوا 16000، هذه هي البريفيزيون. يعني في كل تريمستر غنكونوا كنبيعوا 4000، 16000 تقسيم 4 غنكونوا كنبيعوا 4000، ولكن عاود غناخذوا بعين الاعتبار كوفيسيون سيزوني هنا. دونك 4000 ملتيبلي باغ 0.7، هانتينا دايما برومي تريمستر غنضرب في كوفيسيون سيزوني ديال برومي تريمستر صافي، كتعطيك هنايا 2800، هنايا غنضرب عاود في كوفيسيون سيزوني ديال دوزيام تريمستر غادي تعطيك 5600، هنايا غاتعطيك 4800، هنايا 2800 صافي. طبعا التوتال غيكون هو 16000 كما تعطالك تما في لانكس في ليكزارسيس، هنايا 32000. مزيان، نفس الكالكول عاود بالنسبه لهذا الموديل الاخراني بلاتفورم. اذا هنايا عطاك باللي البريفيزيون عاود هما 2000 العام كامل صافي، يعني في كل تريمستر غنكونو كنبيعو 500، ولكن حنايا غناخدو بعين الاعتبار كوفيسيون سيزونيي. دونك هنايا 500 ميتوبلي باغ 0.7 ايت ايغال 350، هنايا 500 ميتوبلي باغ 1.4 ايت ايغال 700، هنايا 600، هنايا 350، طبعا التوتال غيكون هو 2000 صافي. كما كتشوفو ليكزارسيس صراحة ساهل مرة، دونك بغيت نشوفو معاكم حيت نبدل واحد شوية ماشي بحال لي زيكزارسيس اللي تشناهم من قبل. دونك ندوزو دابا لا ديغنيغ كيسيون، كيسيون نيميرو 3. دونك هنا كيقول لك كومبليتي لو طابلو بريفيزيونيل دي فونت بور ليكزارسيس ان بلس 1 انكس 3. دونك لانكس 3 هنايا كيطلب منك بريفيزيون بالمونتون، يعني بالفالور بالفلوس صافي بالدرهم. مزيان،
إذا كما كتلاحظوا إذا رجعتوا معايا لانكس نيميرو 1 غتجبر عندك تما في لا ديغنييغ كولون بري دو فونت يونيتير، يعني عطاتك تما هالبري دو فونت اللي غنكونوا كنبيعوا به نورمالمون صافي كل موديل. إذا سهلة دابا عندنا غادي نجي هنا كونتيتي بالنسبة للموديل كلاسيك شحال غنبيعوا في برومي تريمستر، واش غادي نبيع 8000؟ لا دابا صافي مورا ما استعنا كوفيسيون سيزوني عرفنا أننا غنبيعوا 5600 حبة، ها هي صافي 5600 يونيتي واضح. لاحظتوا ما عملتش هنايا ويميل صافي رجعت 5600 علاش؟ لان راه ديجا حسبنا كوفيسيون سيزوني فوقاش كيكون عندنا كوفيسيون سيزوني ملي كتكون لاكتيفيتي شونجر صافي كيكون باردون كيكون يعني النيفو داكتيفيتي كيتبدل فاريابل ما كيكونش فيكس صافي. اذا هنايا 5600 صافي غنضربها في البخي يونيتير ايوا البخي عندك تما في لانكس نيميرو 1 بالنسبه للمودي كلاسيك غيكون هو 500 دونك البريفيزيون بالفالور بالمونتون غتكون هي 5600 ميتوبلي بار 500 ايت ايغال 2 مليون 800 000. هنايا عاود بالنسبه للدوزيام تريمستر عاود غادي يجبر 11200 اها وغادي نضربها عاود بخي يونيتير اللي هو 500 غادي تعطيني 5 مليون 600 ميل. هنايا عاود غتعطيك 4 مليون 800 ميل هنايا 2 مليون 800 ميل. ها بالنسبه للتوتال طبعا الكونتيتي غادي تجمع والمونطون حتى هو غتجمعو صافي، ولكن رد البال هنا راه كيبقى بخي يونيتير كما هو صافي. عندك شي واحد يجي ويجمع لي هنايا 500 500 500 500 واضح، يعني حنا في الاخر غنجبرو راسنا اننا كنبيعو في العام كامل 32000 بياسه طبعا ب 500 درهم الواحده، اذا غنعطيك هنايا 16 مليون صافي واضح ياك مزيان. دونك لو ميم كالكول غيكون بالنسبه لهذا غيكون بالنسبه لي موديل اخرين نفس الشيء. هنايا عاود باردون هنايا غادي تكون 2800 غنضربها في بري اونيتير اللي هو 400 بالنسبه للموديل موبيل غطيني هي 1 مليون 120 ميل هنايا 2 مليون 240 ميل هنايا 1 مليون 920 ميل 1 مليون 120 ميل هنا غطيك 6 مليون 400 ميل صافي. دونك عاديه بالنسبه للتوتال هنايا الكونتيتي غيكون هو 16 ميل صافي. هنا نفس الشيء عاود لو ميم كالكول كنظن بلي ليكزارسيس واضح الصراحه ما فيهش شي حاجه اللي هي زعما كتطلب الوقت ولا صعيب صافي مزيان. اذا دابا غادي نمشيو نشوفو ليكزارسيس نيميرو 7 صافي. نمشيو نشوفو ليكزارسيس نيميرو 7 وهنا غنشوفو واحد لا ميثود اخرى نقدروا نعملو بها بريفيزيون ونقدر نقول عليها بلي اسهل ميثود كاينه هاد الشابيتر الاولاني اللي هي لي ساج اكسبونونسييل سهله مره ما كطلبش شي حاجه د الوقت ولا ما فيهاش شي حاجه صعيبه صافي. اذا ليكزارسيس 7 ها عندكم تما صافي. اذا لاحظوا معايا انا كيفاش غادي نعمل نخدمو. دونك بالنسبه للفيشي الفوتو اللي نزلت لكم لي ساج اكسبونونسييل نزلت لكم لي فورمول نزلت لكم تما داك الرموز. اذا هنايا غادي نكون دائما بالنسبه لي ساج اكسبونونسييل نطلب منك باش تعمل بريفيزيون بلي ساج اكسبونونسييل عندما تعطيك واحد الكوفيسيون كيتسمى الفا صافي واحد كوفيسيون الفا. اذا بالنسبه لهاد لا ميثود هادي لي ساج اكسبونونسييل حتى هي كتقرب لي لي فونت من بعضيتهم باش كيسهل اننا نعملو بريفيزيون وتكون بيرتينونت صافي. دونك بالنسبه للخدمه ديالها سهله مره ماشي شي حاجه صعيبه. دونك عندك تما ايغريك تي اها يعني بريفيزيون دو لا بيريود كتساوي الكوفيسيون الفا مضروب في ايغريك تي ناقص واحد. دونك لاحظوا معايا مزيان تما في لا فورمول صافي يعني في لا فورمول يعني كاينه في الفوتو اللي نزلتكم في جروب واتساب. دونك ايغريك تي اللي هي البريفيزيون لاحظ ان ايغريك ديالها راه ماجيسكول دونك ايغريك ماجيسكول قدام تي هذيك راه هي البريفيزيون. شنو كتساوي؟ قلنا كتساوي كوفيسيون الفا مضروب فين ايغريك تي ناقص واحد، ولكن ديك ايغريك تي ناقص واحد اللي مضروب فيها كوفيسيون الفا كتلاحظوا ان ديك ايغريك ماشي ماجيسكول. اذا شنو هي ايغريك تي ناقص واحد؟ عندكم تما هي لوبسيرفاسيون دو لا بيريود بريسيدونت صافي. لوبسيرفاسيون يعني لي زوبسيرفاسيون هما هادو هما ديك لي فونت اللي كيكونوا عندك هنا صافي واضح هادو هما لي زوبسيرفاسيون مزيان. وعندك تما عاود زائد واحد ناقص كوفيسيون الفا مضروبه في ايغريك تي ناقص واحد. لاحظتوا ان ديك واحد ناقص كوفيسيون الفا اللي مضروبه في ايغريك تي ناقص واحد هذيك ايغريك تي ناقص واحد ايغريك ماجيسكول. شنو هي ايغريك تي ناقص واحد؟ هي البريفيزيون دو لا بيريود بريسيدون يعني بريفيزيون دو العام اللي قبل صافي مزيان. اذا بالنسبه لكوفيسيون الفا كتقول لك تسمى كتقول لك كوفيسيون دو بونديراسيون كومبري اونتر 0
اي 1 صافي. هاد لي ساش اكسبونونسيال عنده واحد لا ميثود اخرى، ولكن مادام زعما ما تخدمش بيها مره في لي في هذا في في لي زوفراج ديالها. دونك طبعا حنا نخدمو بلا ميثود البروف ديالنا صافي، ضروري خصكم تحترموا هذا الميثود البروف ديالكم مزيان. اذا بالنسبه هنايا سهله، هانتوما شنو غادي نعمل هنا؟ دونك هو كيكون عطاك الموا وعطاك لي فونت هنايا، اذا غادي نجي دائما لي ساش اكسبونونسييل في البروميير بيريود ما غيكونش عندك، دائما غادي تجي وغادي تعمل هنايا تيغي صافي. من اللي جيتي تطبق لا فورمول ما عندكش لي دوني د العام اللي قبل او لا الشهر اللي قبل ولا التريمستر اللي قبل صافي، ما عندكش. اذا هنا ما يمكنلكش تعمل لي ساش اكسبونونسييل صافي البريفيزيون. مزيان غادي تجي هنا شنو غادي تعمل؟ دائما تشوف السطر الاول والثاني هما اللي ردوا معاهم البال، اما اللي ماجين اخرين ابتداء من السطر الثالث صافي غنكونوا كنخدموا عاديين طريقة كتعاون. رد معايا البال غير في السطر الاولاني والثاني، السطر الاولاني دائما ما عندك والو عقل عليها دائما، حيت ما عندكش لي دوني العام اللي قبل. مزيان هنا شنو غادي تعمل؟ غادي تجي غتشبر هاد لوبسيرفاسيون د العام اللي قبل، كنهضر على السطر الثاني، ركز معايا مزيان صافي. رد البال مزيان في السطر الثاني، غتشبر لي لوبسيرفاسيون د العام اللي قبل، غتضربها في كوفيسيون الفا زائد هي نيتا في واحد ناقص الفا. اذا حنا ديجا عطاك تما الفا ديالك اللي هو الكوفيسيون بونديراسيون هو 0.2، اذا غادي نشبر هذه ونضربها في الفا زائد هي نيتا مضروبه في واحد ناقص الفا، يعني واحد ناقص 0.2 هي 0.8. مزيان غادي تعطيك هنايا 3150، غتبقى كيما هي صافي. دايما السطر الاولاني ما فيه والو، السطر الثاني نفس الطريقه ما كتبدلش. شبر لي ديك لوبسيرفاسيون العام اللي قبل كنهضر في السطر الثاني، شبرها وضربها في الفا زائد هي نيتا في واحد ناقص الفا، هذه هي لا ميثود. مزيان غادي نجي عاود شنو غادي نعمل؟ غادي نجي دابا ستارت ثالث. دابا هنا غادي نطبق القاعده ديالي معوض، هنا يمكن لي نطبق لا فورمول اللي عندكم تما في لا فوتو اللي نزلتها لكم في جروب واتساب. غادي نشبر لوبسيرفاسيون د العام اللي قبل عاود 3625 ملتيبلي بار 0.2 يعني مضروبه في كوفيسيون الفا زائد شنو؟ زائد البريفيزيون د العام اللي فات اللي هي 3150، ها هي مضروبه في واحد ناقص الفا، يعني مضروبه في واحد ناقص 0.2 اللي هي 0.8، شحال كتعطيك؟ 3245. مزيان نجوزو عاود نسطر الرابع عندنا، شبر لي عاود لوبسيرفاسيون د العام اللي قبل اللي هي 2850 ملتيبلي باغ الفا سيتادير ميت سيتادير 0.2 بلوس عاود البريفيزيون précédente يعني prévision pardon le mois précédent ماشي العام le mois précédent حنا خدامين بلي mois صافي. مزيان اذا قلنا plus prévision du mois précédent multiplié par 1 moins alpha c'est-à-dire 1 moins 0.2 est égal 0.8 donc on a dit la tech 3166. كتلاحظوا ان هنايا نورمالمون لي فونت راه كيتقربوا من بعضياتهم، واضح؟ 3150, 3245, 3166, 3186,8, هنايا 2989,44. دونك ماشي فحال اللي كانوا عندك هنايا. مزيان اذا عاود نمشيو للسطر الخامس، غادي نشبر لوبسيرفاسيون د العام اللي قبل اللي هي 3270 ملتيبلي باغ الفا سيتادير 0.2 بلس بريفيزيون دو موا بريسيدون اللي هي 3166 multiplié par 0.8 1 moins alpha est égal 3186,8. هنا عاود شبر هادية l'observation de هذا l'observation du mois précédent multiplié par 0.2 plus هذا prévision de mois précédent اللي هي 3186,8 multiplié par 0.8 1 moins alpha est égal 2989,44 صافي. مزيان اذا هنا واش انا جاوبت على الترافاي افير ديالي؟ طبعا باقي علاش، حيت كيطلب منك باش تعدل البريفيزيون في البيريود 7 صافي، يعني د الموا اللي ماجي. مزيان سهله، ها شنو غادي نعمل؟ دونك بالنسبه للبريفيزيون ديال البيريود 7 شنو غادي نعمل؟ غادي نشبر لوبسيرفاسيون د الموا 6 اللي هي 2900 غنضربها في الفا زائد هذاك البريفيزيون د الموا 6 يعني د الموا بريسيدون مضروبه في واحد ناقص الفا، نفس لا ميثود اللي كنتي كتخدم بيها هنا صافي. غادي تعطيك 2971,55 داكوغ. دونك هذا هو لي ساج اكسبونونسيال، صراحة ساهل ما فيهش شي حاجة صعيبة صافي.
اسهل ميثود اللي تقدر تعمل بيها بريفيزيون هي هذه هي نورمالمون صافي. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا لي ساج اكسبونونسييل. بالنسبه كاين هنايا واحد التمرين اخر، تمرين 8 صافي. اذا تمرين 8 كنضم بلا ما نهضر عليه عاود لا ميم ميثود. هنايا السطر الاولاني دايما ما عندك والو، السطر الثاني رد معاه البال مزيان، غتشبر هادي يعني لوبسيرفاسيون ضد الموا بريسيدون، غضربها في الفا زائد هي نيتا في واحد ناقص الفا، غتعطيك 570، غتعطيك هي نيتا صافي. وهنا غنبدا نطبق لا فورمول ديالي، يعني غنشوف لوبسيرفاسيون دو موا بريسيدون 550 ميتوبلي باغ الفا بلوس البريفيزيون ديالاش، بريفيزيون د العام اللي قبل، باردون د الموا اللي قبل، الموا بريسيدون اللي هي 570 صافي. هادي زعما ماشي هي هادي، لا يعني هي البريفيزيون. دائما حاول تطبق القاعده ابتداء من السطر الثالث، اذا بلوس البريفيزيون دو موا بريسيدون ميتوبلي باغ 1 موان الفا، 1 موان 0,7 في هذا لوكا غتكون هي 0,3 اي تيغال 556 صافي. دونك لا ميم ميثود غنكمل بها الخدمه ديالي. نفس الشيء هنايا بريسيدون دو موا باردون البريفيزيون دو موا 7 غادي نجي غنجبر هادي لوبسيرفاسيون دو موا بريسيدون سيتادير لوبسيرفاسيون دو موا 6 غنضربها في الفا بلوس البريفيزيون دو موا بريسيدون، عاود هي البريفيزيون دو موا 6 ميتوبلي باغ 1 موان الفا ايتيغال 564,10 صافي. دونك غادي يكون عندكم عاود واحد الديلي من هنا لغدا ان شاء الله، اللي ما عرفش شي حاجه ولا عنده شي كيسيون يطرحها عليا ديك الساعه. يلا الله.